يلا في تي بي فيرجن ايه 3. في تي بي فيرجن 3 في كميه، لو انت هتشتغل في تي بي اشتغل فيرجن 3. فكرته ايه؟ انك هيبقى عندك برايمري سيرفر واحد بس، وممكن يبقى عندك اكتر من سيكندري سيرفر وكلاينت وترانسبيرنت. ممكن يبقى عندك ايه؟ هو برايمري سيرفر واحد بس. طب والباقيين؟ ممكن يبقى عندك اكتر من سيرفر بس نوعهم سيكندري سيرفر. تقدر تكري دي لينك بتاع السيكندري؟ لا. بتقدر تكري على مين؟ على البرايمري سيرفر بس. معنى كده ان السيكندري سيرفر بشغله كانه كلاينت. انا ما اقدرش اكريت عليه فيلانات، ادلت عليه فيلانات او موديفاي، ما اقدرش اعمل عليه الكلام ده كله. امال ايه لازمته او يفرق في ايه عن الكلاينت؟ المكان اللي بيستور فيه الفيلان داتابيس. الكلاينت بيعمل لها ستور جوه الرانينج كونفيج، لكن السويتش السيرفر اللي هو السكندري سيرفر بيعمل لها ستور جوه ملف الفيلان داتابيس. انا اسفه، جوه الفيلان دوت ديت، الفيلان داتابيس مكان الستور بس للايه. تمام. يفرق في ايه بقى فيرجن 3؟ قال لك فيرجن 3 جامد قوي في حاجه بقى، انك ممكن عن طريقه تنقل الفيلانات او الاكستندد فيلانز. فاكر الاكستندد؟ اللي هي قلنا عندي نورمال واكستندد. تمام. الفي فيرجن 1 وفيرجن 2 كان اساسا عشان ينفع انك تكري فيلان نوعها اكستندد كان بيديك ايرور انك لازم تحول السويتش لترانسبيرنت، وبالتالي هتتنقل. لا، انما فيرجن 3 ينفع ان انت تكري فيلان نوعها اكستندد وهتتنقل. تمام. ده انت ممكن عن طريقه تنقل البرايفت فيلانز. هتشوف البرايفت فيلانز في السويتش ان شاء الله في الام بي. الام ال اس، الام اس تي، انا اسفه، مالتيبل سكاننج تري، كنا كذا مالتيبل سكاننج تري ضمنهم ام اس تي. من الاخر اي انواع من الفيلانات بينقلها، انما فيرجن 1 وفيرجن 2 ما كانش بينقل الا الفيلانات بس العاديه اللي هي النورمال فيلانز بس. تمام. تعالى نعمل شويه كونفيجريشن ونشوف كده الفروق ما بينهم في ايه. لو انا جيت دلوقتي على السويتش الثاني ده، هقول له الاول في تي بي فيرجن 3. شوف في تي بي ستيتس، قال لي ان انا دلوقتي رحت فين اهو، قال لي ان انا دلوقتي شغاله فيرجن 3. لو جيت على السويتش اللي هناك، شوف في تي بي ستيتس، لا لسه ماشي، مفيش مشكله انا كلاينت بس برضو عادي. هقول له في تي بي فيرجن 3 رغم ان انا كلاينت، بس ينفع ساعتها اغير الفيرجن. شوف في تي بي ستيتس، انا شغاله فيرجن 3. تمام. لو جيت على السويتش الاولاني مثلا على سبيل المثال، اول ما قلت له شوف في تي بي ستيتس، لقيته تحت هنا فرق لي ما بين الفيلان دي، الفيلانز اللي هي النورمال فيلانز والاكستندد فيلانز، المالتيبل سبانينج تري، والفيتشر انون. ايه ده؟ طب نخلينا الاول في اللي فوق. السويتش في الفيلان في الفي تي بي فيرجن 3 ممكن يكون سيرفر بالنسبه للفيلانز وترانسبيرنت بالنسبه للام اس تي، او سيرفر بالنسبه للفيلان وكلاينت بالنسبه للام اس تي. الام اس تي بس. فاكر المالتيبل سبانينج تري؟ فاكر الخمس انواع او الخمسه فيرجن بتاع السبانينج تري لما كنا قلنا ان في الفيري لارج اورجانيزيشنز، ريجونز، لما قسمنا الشبكه ريجونز وتعملت في كذا فيلان كانهم فيلان واحده بس. امرك ايه؟ يبقى ممكن كمان يبقى ما علينا. المهم ان السويتش ممكن انه يشتغل اكتر من وظيفه، سيرفر بالنسبه للفيلان مثلا وترانسبيرنت بالنسبه للام اس تي، او العكس، او هنا كلاينت وهنا سيرفر وات ايفر. وجايب لي هنا كمان انون. ايه انون ده؟ قال لك افرض في الفيوتشر يوز قرروا يعملوا نوع جديد من انواع الفيلانات، عاملين حسابهم برضه. تمام. طيب لو انا جيت دلوقتي هنا، بيقول لي هنا مين هو السويتش بتاعي بيلعب كسيرفر، اللي هو مين؟ ايه ده؟ ده جايبها لي صفوف. الامر بتاع راح فين؟ راح فين الامر بتاع في تي بي؟ في تي بي مود سيرفر. هو قال لي دلوقتي انا اوريدي سيرفر، انا كده سكندري سيرفر، انا كده ايه يا احمد؟ سكندري سيرفر. امال لو عايز ابقى برايمري سيرفر؟ لا، ساعتها هطلع على الانيبل مود. واخد بالك اصلا ان لما قلت له انت سيرفر برضه ستيل الريفيجن نمبر، او سوري البرايمري اي دي بس 4. ولو رحت على اللي هناك برضه وقلت له شو
في تي بي ستيتس لازال برضو بالصور. مين البرايمري سيرفر؟ لسه مش متعرف. تمام؟ فعشان اجي على واحد منهم واخليه هو البرايمري سيرفر جوه الانيبل مود هقول له برايمري في تي بي مسافه برايمري. لو استخدمت الهيلب انت عايزاني برايمري لايه؟ للفيلانز ولا بالنسبه للام اس تي ولا بالنسبه لكله؟ هقول له مثلا بالنسبه لمين؟ للفيلانز. هيبدا يتشك دلوقتي في كونفليكت ما بينه وما بين واحد تاني ولا لا. احنا اتفقنا اونلي وان برايمري في السيرفر في الشبكه. فهيبدا يتشك دلوقتي قال لي ما لقاش اي واحد تاني شغال برايمري سيرفر كونفيرم اون. لو جيت المره دي اقول له شو في تي بي ستيتس لقيت فعلا البرايمري اي دي ده الاي دي بتاعي ده الماك ادرس بتاعي. ولو رحت هناك على الكلاينت ده بص حتى طلع لي سيسلوك بيقول لي ان هو لقى ايه الماك ده بقى البرايمري. قلت له شوفي تي بي ستيتس قال لي فعلا ده بقى ايه البرايمري رغم ان ده الماك بتاعي. وهتلاقي ساعتها الام دي 5 نفس القيمه على الاثنين التشيك سم نفس القيمه على الاثنين. وده تحول لسكندري وده تحول لا ده كلاينت على فكره ده كلاينت. لو انا عايز اخليه سكندري مفيش مشكله في تي بي مود سيرفر بس ده كده سكندري. طب لو انا عايزاه البرايمري هقول له ايه في تي بي برايمري بالنسبه للفيلان. هيدور هيلاقي في واحد عادي هياخد نفس الوظيفه ومفيش اي مشكله ويبقى هو البرايمري فيلان سيرفر بتاعي. تمام؟ والاقي ساعتها سيسلوك ظهرت على النيك بص بيقول لي انا دلوقتي انا وحيد اهو. تمام؟ ولو رحت هناك هيقول لي ان وحيد دلوقتي بقى هو مين؟ البرايمري. لو جيت على السكندري ده دلوقتي خلاص بقى سكندري. لو جيت اكريت عليه فيلين فيلين سي مثلا 100 قال لي لا خلاص انا مش برايمري سيرفر. يبقى الفيلين بتتكريت على مين؟ على البرايمري بس. ده بص كمان زي ما بقول لك لو جيت اكريت عليه اكستندد فيلين فيلين مثلا 2000 انا عارفه ان الاكستندد ابتداء 2006 لغايه 4000 ده كريدت فيرجن 1 وفيرجن 2 كان بيديني ايرور يقول لي اتاكدي ان انا السويتش بتاعي ترانسبيرنت. انما هنا اتكريتت عادي شو فيلين بريف اتكريتت اهي 2000 ولو رحت على هناك شو فيلين بريف اه ظهرت اتكريتت. طب ايه فايده السكندري سيرفر؟ هي زي الكلاينت بالظبط بس زي ما اتفقنا كل الفرق بس المكان اللي بيتحط فيه الفيلان داتابيس بس اه اللي هي بتتخزن في الفيلان بالظبط. خد بالك انا شايفه ان ده افضل. كان هناك كل واحد سيرفر يكريت فيلانات ويابديت التاني. لا انا شايفه كده ان العمليه مور كنترولد قوي. طب مثلا لو انا عندي نتورك كبيره قوي 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 هحتاج سيرفرين مثلا اللي كريت منهم مش هينفع كريت منهم فيلانات اب تو يو بس ساعتها تعالى على واحد خليه برايمري. انا شايف ان تي بي فيرجن 3 احسن بكتير. لا انا قصدي ايه يعني انا اخلي واحد ده بكريت منه الفيلانات تمام ويكون عندي واحد تاني اكريت منه الفيلانات في تي بي فيرجن 3؟ اه لا الا اذا كان نوع مختلف من الفيلانات برايفت فيلانز ام اس تي احنا اتفقنا انه ممكن يلعب اكتر من فانكشن. تمام؟ طب اخلص بس ده وبعد كده اخلص بس عشان لسه شويه عشان قبل ما انسى. الاكستندد الاكستندد فيلينز انا عايزه اقول لك ان الاكستندد عاده في الاورجنايزيشنز العاديه ما بيشتغلش بيها. ليه بقى؟ الاكستندد اصلا ليه مشاكل كتير. انا لسه بقول لك اصلا في فيرجن 1 وفيرجن 2 كان عشان تحوله عشان سوريت كانت اكستندد فيلين كان لازم ايه؟ تحوله لترانسبيرنت. ده انا عايزه اقول لك المطارات مثلا مطارات مصر كلها كل مطارات مصر اساسا شغاله بخمسة ستة فيلين. يبقى انت يوم ما تكون فيري لارج اورجانيزيشن هتحتاج كام فيلين؟ ما انا عندي نورمال من واحد لغايه 1001 بعيد عن التوتن ريك والكلام ده تمام؟ هتكريت كام فيلين؟ امال مين اللي يحتاج مثلا انه يكريت اكستندد؟ قال لك مثلا اماكن زي الاي اس بي. ليه؟ في نوع من انواع الويب تكنولوجي ربنا يسهل نبدا فيها بكره ان شاء الله اسمه مترو ايثرنت. مترو ايثرنت ده نوع من انواع الويب تكنولوجي فيها ان انا بستخدم تكنولوجيا الايثرنت في الوان. مترو اللي بيربط المدينه ببعض ده نوع من انواع الويب تكنولوجي السرعات بتاعته عاليه جدا. فكرته ايه؟ ان انا باجي على كل كاستمر والفروع بتاعته احطهم جوه فيلين.
بعيد على كل كاستمر والفروع بتاعته احطهم جوه مين؟ في اي. الاي اس تي هياخد كام كاستمر؟ اكيد كتير. يبقى معنى كده ان النورمال ممكن ما يكفيهوش، هيحتاج ايه؟ في الاكستند. حاجه كمان هم اللي كانوا ليه عايزين السويتش يضمنوا ان هو ترانسبيرنت؟ عشان عايزين يضمنوا ان الفيلانات دي مش هتتنقل لباقي سويتشز. انا فعلا عايزه كل كاستمر يكون ليه فيلان خاصه بيه، ان الفيلانز دي ما تتنقلش لاي حد تاني. تمام؟ بقدر الامكان لو انت مش محتاج الترانسبيرنت سوري الاكستندد فيلانز في حاجه ابعد عنها خالص. ليه بقى؟ قال لك لان الاكستندد فيلانز بستخدمها في حاجه اسمها انترنال يوسج، بستخدمها في حاجه اسمها انترنال يوسج. يعني ايه انترنال يوسج؟ على سبيل المثال لو جيت على السويتش ده اجي مثلا تحت انترفيس ايثر 0 اوفر 2 على سبيل المثال، لو قلت له نو سويتش بورت، ايه نو سويتش بورت ده؟ انا كده بحوله من سويتش انترفيس لراوتد انترفيس. وطالما حولته لراوتد انترفيس اقدر اديله اي بي ادرس. على فكره لو كنت حاولت اكتب الامر ده وهو لسه سويتش انترفيس كان هيديني ايرور، لان على السويتش انا بحط اي بي على مين؟ على الاس في اي، صح؟ انما على الانترفيس الحقيقي لا. تمام. حتى لو قلت له شو انترفيس اسر 0 اوفر 2 سويتش بورت انتر، كان الامر ده بيقول لي سويتش بورت انيبلد وبيجيب لي ليست معلومات قد كده، فقلت خلاص ده ما بقاش سويتش بورت، ده ما بقاش سويتش الانترفيس. انا اديت له اي بي يا احمد دلوقتي، بس في حاجه، ده سويتش، ده انترفيس على سويتش. طريقه تفكيرهم قال لك ايه؟ طب ماشي، انا هكريت فيلان وهميه وهدي عليها هي الاي بي وكاني حطيت اي بي على الانترفيس الحقيقي. اعرفها ازاي؟ لو قلت له شو فيلان internal usage انتر، قال لي انا كريت لك فيلان وهميه في الكاتيجوري بتاع الاكستندد رقمها 1006 وهتبقى عليها اي بي على الانترفيس او حطيت كده معاها الانترفيس اسر 0 اوفر 2. وبالتالي انا لو جيت دلوقتي على السويتش ده وقلت له كريت لي فيلان اللي هي 1006 اكزيت كده هيديني ايرور، قال لي لا خلاص دي مستخدمه للانترنال يوسج ما ينفعش تكريتيها. تمام. مشكله الاكستندد بقى ان لو رحت على السويتش اللي هناك كريت 1006 هتتكريت، ماما انا مش مستخدماها هناك للانترنال يوسج. يعني لو جيت هنا كريت فيلان 1006 هو ده مش البرايمري، مش بسرعه كده في تي بي برايمري بالنسبه للفيلان نامينكس. لو قلت له فيلان 1006 انت بتتكريت عادي، شو فيلان بريف 1006 كريتد، لكن هتتنقل اتنقلت؟ لا. ليه؟ لان على السويتش ده هي مستخدمه في الانترنال يوسج، فهي دي مشكله الاكستندد. ان افرض دلوقتي ان انت جيت على سويتش استخدمت بعض الاكستندد فيلانز جوه لايه؟ للانترنال يوسج، لكن بقيه السويتشز الثانيه انت هتكريتها عليه، هيحصل كده مس اندرستاندنج بالنسبه للفيلانز. تمام؟ خصوصا كمان لو جيت هنا قلت له شو رانينج هنا، قال لي دلوقتي ان ترقيم الانترنال يوسج او الفيلانات اللي هي الاكستندد دي اسندنج. اسندنج يعني ايه؟ تصاعدي، بيبدا من 1006 1007 1008. ممكن على فكره اجي جوه السويتش واكتب له نفس الامر ده كده، بس اقول له البوليسي ساعتها ديسندنج. ديسندنج يعني يبدا من 1094 4093. المشكله الرئيسيه دلوقتي ان مش كل السويتشز شغاله على نفس البوليسي، في بعض السويتشز شغاله اسندنج وبعض السويتشز شغاله ديسندنج، فهتلاقي السويتشز بتكريت انترفيسز اكستندد بيستخدموها للانترنال يوسج فرنش وسويتشز ثانيه فرنش ثانيه، هيحصل مشاكل ما بينهم. هيحصل مشاكل ايه؟ ما بينهم. عشان كده بقدر الامكان لو انت مش محتاج ان انت تشتغل على الاكستندد فيلانز ابعد عنها، ما بقاش تشتغل عليها. تمام؟ لكن قلنا تاني ميزه في تي بي فيرجن 3 ان هو كمان بيسبورت الاكستند وبينقلها وبينقل البرايفت فيلان وبينقل الريموت سباند حاجات ثانيه، بينقل كل حاجه. انت ممكن كمان تعمله ديسيبل لو حبيت ان انت تعمله ديسيبل. احنا اتفقنا ان فيرجن 1 وفيرجن 2 ما كانش ينفع اعمل له ديسيبل الا اذا حولت سويتش كاني كده بعمل له ديسيبل احوله لترانسبيرنت، لكن هنا هقول له في تي بي مود، بص عندي اوبشن اسمه ايه؟ اوف.
طب افرض ان انا دلوقتي في السيناريو اللي كنت قلت لك عليه هنا على البورت ده عايز اعمل له ديسيبل، ليه؟ انا مشغله الفي تي بي بروننج بس في نفس الوقت الانترفيس ده هيعمل لي مشاكل مع السويتش ده، لان السويتش ده مش سيسكو وبالتالي هيطلب كل الفيلانات، يبقى انا كاني ما شغلتش الفي تي بي بروننج. انزل تحت الانترفيس ده اللي رابطني بسويتش 3 زي مثلا اسر 0 اوفر 3 على سبيل المثال واقول له نو في تي بي، تقول له ايه؟ نو في تي بي. خلاص. حاجه كمان، امال انا عايز السويتش 3 اتوصل بيه؟ لا انا ما قلتلكش ان هو مش هيتوصل بيه، شغال كل حاجه بس بالنسبه لبروتوكول الفي تي بي مش شغال، بس انما الباقي شغال. تمام. حاجه كمان، انا ممكن هنا على السويتش احط في تي بي باسورد، ليه؟ عشان ما يجيليش السويتش ده اللي انت بتقول عليه بقى، عشان ما يجيليش سويتش هاكر كده في النص يبدا يبعت لي فيلانات ويستقبل مني فيلانات. فممكن تحط هنا ايه؟ باسورد، وساعتها كل سويتشز لازم تحط عليها باسورد. دي الطريقه اللي كنت بحط بيها باسورد ايام فيرجن 1 وفيرجن 2. اولا مش هتصرف في الشورانينج، احنا اتفقنا ان هي الكونفيجريشن دي ما بتصرفش في الشورانينج، بس بشوفها من شو في تي بي باسورد، مصيبتها ان هي كلير تكست، مصيبتها ان هي ايه؟ كلير تكست. تمام. انما في فيرجن 3 ممكن اقول له في تي بي باسورد زي مثلا 1 2 3، عندي اوبشن اسمه هيدن، اوبشن اسمه ايه؟ هيدن. بص المره دي لو قلت له شو في تي بي باسورد هلاقيها متشفره هاشت، هلاقيها ايه؟ هاشت. الاوبشن ده في فيرجن 3 بس. طبعا لو جيت اكريت فيلانات دلوقتي مش هتتنقل، لان ماست كلهم يكون عليهم نفس الباسورد. ممكن تقول له هنا سيكريت وتحط له قيمه الام تي 5. لو قلت له سيكريت تحط له قيمه الام تي 5. تمام. كده اعتقد ان انا قفلت الفي تي بي فيرجن 3. تالي كده مفيش حاجه تانية. خلاص لو افتكرت حاجه بقولها. اوقف.